الآن أصبح الشعب العراقي يعتبر أنه الجيش العراقي في الطليعة لما قام به من احترام ودور كبير في معارك التحرير، الحفاظ على أرواحهم ممتلكاتهم، نقلهم تحت الضغط الشديد والقصف وتهديدات داعش إلى مناطق الإيواء ومن ثم إلى مناطق أكثر من مناطق إيواء النازحين. حدث المشكلة من بعض ذوي النفوس الضعيفة اللي يجاوزون أصابع اليد، وإحنا في طرق قرضهم من المؤسسة وإنزال أشد العقوبات بهم لما اقترفوه. لقاءنا اليوم معكم أولا أخذنا جنبة التحقيق وين وصلت مع الأخ مدير الاستخبارات العسكرية، أخذنا أيضا الجنبة القانونية من الأخ المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع. حقيقة التحقيق ماخذ مجرى وكل ذوي العلاقة الآن رهن التحقيق والحجز، والتحقيق يمشي بكل شفافية عالية وبكل تفاني ومهنية. إنه هذا الموضوع بشقين، الشق الأول ما يخص القضاء العسكري أو المحاكم العسكرية اللي راخذ دورها باعتباره أنه مكلف بواجب عام استغلال نفوذ وظيفي، ويحال إلى القضاء العسكري لينال جزاء العادل. أكو جنبة ثانية تتعلق بالحقوق الغير، ولذلك إحنا من راح نحيل أيضا ملف التحقيق إلى الإدعاء العام حتى يحيل إلى قاضي التحقيق على مود حسب الاختصاص يأخذ مجرى أيضا بالمحاكم المدنية.